هذا محاولة أن يرمون حجر في وليس ماء راكد، هو في الماء الآسن السياسي. نعم، ماء آسن سياسي، يرمون حجر عسى ولعل أنه تحقق ثلاث أشياء. أولا ربهم الأعلى الذي يعبدون اللي هو إيران بدأ يهتز، وتدري جلابك الرؤية أنا وياك وكثير من الإعلام كنت متحدث بها أنه آخر المطاف إيران. لذلك أنا لازلت في آخر تغريدة قلت إذا تخطت هذا الأسبوع المظاهرات في إيران سوف تتحول إلى ثورة عارمة كبرى، رغم القمع والقتل. وهذا وذاك من خلالك إحنا في التحالف الوطني المعارض العراقي نعلن تأييدنا لمطالب الشعب الإيراني بإسقاط هذا النظام الإجرامي. نعم، ونشد على أيدي الإيرانيين الشجعان الحقيقة لتخليص المنطقة والعالم من هذا الوباء. والثاني والأهم على الشعب العراقي أن لا يستمع إلى الأصوات الكاذبة التي تحاول أن تشوه ثورة الشعب الإيراني كما شوهت ثورة الشعب العراقي. وإحنا لسنا متدخلين بالشأن، لكن إيران هي من فرضها علينا هذا الواقع. لذلك هذه رسالة ماكو منبول منعش أنه التحالف راح يصير، راح تصير حكومة. حتى المرتبطين بإيران ديول، هو مرتبط، هو مرتبط عضوي ومهني وسياسي، لا هو ذيل تابع خاف يريد ينفك. مذولة تدري أينما تميل الرياح تميل أستاذ عدي، فمن يشوفون إيران ضعفت يقلبون. فشي يسوي هذا المشايخ والسادة والكذا والمرتبطين بإيران على الأتباع على ها احنا ترى زينين حتى شعبنا يفهمها، راح نشكل حكومة وراح تجيكم شوية لقمة من هذا الجسد المسجل العراقي يأكلون الحقيقة الميتة هم. زين، وهذه واحدة من أهدافه القصة اللي سمعتها، موضوع التحالف الفضائي. هو ليس فضائي،